نعم قد تهب المرأة قسمها لأختها، وقد تهب المرأة قسمها للزوج نفسه، فتقول ضعه حيث شئت، وهذا جائز وهذا جائز، وللزوج أن يختار من يضع فيه من النساء، فإن شاء وضعه لإحداهن وإن شاء قسمه بينهن، وهذا أمر إيش صالح وأمر جائز إن شاء الله، ولها أن تضع في واحدة منهن، ولكن لا تسقط حقها إلا برضاه، لأن الحق في الاستمتاع خاص بالزوج، فلا تسقط حقها من الاستمتاع إلا برضاه. ما تجي تقول أنا تنازلت بليلتي من باب أنها إيش تبي تسوي له مكر ومكيدة لأن تعرف أنه يحبها وكذا، لا لا تسقط ليلتها إلا إذا رضي هو، وإذا رضي هو فله أن فلها أن تسقط ليلتها وتعطيها من تشاء من النساء.